الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي، أهلا وسهلا بك. نعرفكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله دائما موفق. طبعا احنا مازال غنتكلموا اليوم على رمضان نيت وعلى يعني الوصفات وطريقة التغذية في رمضان. تبغي نحددوها في أمر محدد أستاذ؟ هو نشوفوا التغذية والمواد الغذائية اللي يمكن تقووا بها في رمضان حتى نصوموا رمضان في القوة، يعني اللي تعطينا قوة. قوة. إذا كانت من الأسئلة تكون في هذا السياق، هذا أسئلتكم حول الأمور الغذائية اللي محتاجها الإنسان سواء المريض ولا اللي صحيح باش يتقوى وباش يصوم ويدوز رمضان بشكل هو سليم. إذا الاتصال ديالكم على 0522 36 10 36 وعبر الإس إم إس 5566. طيب لو كان حنا مثلا تبعنا هذه النصائح اللي كنت عطيتينا في من البداية، يعني في التغذية في بعض الوصفات عطيتيها لنا، ما خاصش بالضرورة يعني بالمرض ولكن خاصه بالعادات ديالنا، خاصها تدخل في العادات ديالنا. لو كان ما نظنش غنحتاجوا شي نصائح اخرى، رمضان غيدوز عندنا مزيان الا كنا مثلا شهور وحنا متبعين هذيك الطريقه. غادي يكونوا حققنا شيء، غادي نكتشفوا على انه التغذيه ديالنا ماشي لاول ديال الكميه. نعم. والناس يمشيو مع الكميه طبله عامرة والشيوات كثيرين بلا باس، ولكن الا اختارينا الا فهمنا الكميه انه محتاجين اقل من كيلو في اليوم في الايام العاديه، إذا في رمضان غادي نحتاجوا تقريبا أقل من كيلو، ولكن شراب الماء هو المحوري. هنا تلقاو شراب الماء ممكن ناخذه في رمضان بالطريقة اللي تناسبنا، مادام رمضان الوقت ديالو ضيق وماديش نقدروا ناكلوا بشكل أكبر، نقدروا غادي نختاروا ما أمكن العصائر، خضر، فواكه، فيهم أملاح معدنية جيدة، فيهم فيتامينات وفيهم مواد جيدة، منهم السيلينيوم، منهم هذه المواد الطرية، ولقينا على أنه بهذا الأسلوب تيمكننا أننا نتغلبوا بشكل متميز على حسن الصيام وحسن ضبط صحتنا بشكل جميل. إذا واخا الناس اللي كانوا كيديروا هذوك النصائح قبل، واخا هكاك خصهم شي معلومات زايدة في رمضان؟ والمعلومات الزايدة هو يتعلموا ياكلوا الأمور سهلة الامتصاص مع الإفطار مع الأذان المغرب. هادشي اللي غنزيدوهم. هما اللي غنركزوا عليه أكثر. وناكلوا حاجة كونسيستونت في السحور. شي حاجة تكون بحال الريب تكون عليه اللي تعاوننا باش نشدوا اليوم الطويل خصوص العطش. نعم. طيب غادي ناخذوا أول اتصال يا سمحتي. مرحبا. زينب من فاس. أم زينب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعليك. أمينة. علينا وعليك. على الدكتور الله يجزيكم بخير، الله يجعلكم في حسناتكم. اللهم آمين. تفضلي. بارك الله فيك الحبيبة. شو بغيت نسول الدكتور الله يعطيك السر، أنا عاد درت تحليلة وقيت عندي لاكليزمي أند ترود وكوليسترول 2.80 ودابا تنحل شنو ناكل الله يجازيك. شحال تريكليسيريد؟ بغيت ينفعني الله يجازيك. لا تريكليسيريد شحال؟ لا غليسيمي 1.30 غير ركز مزيان، قيد زيت الزيتون 100 غرام في النهار، قسمها بين الافطار والعشاء، حاول تاخذها مع الحسوات الشعير. علاش زيت الزيتون؟ باش تعاونك باش العروق يتقواو والدماغ والقلب يشتغلوا بشكل صحيح باش جسمك ما ينهارش، واخا. ثانيا انه شراب الماء، الا حسيتي بالعطش اثناء بدات تاخذ الريب كيف تكلمنا، بدات تاخذ الامور اللي عندها علاقه بحال السمك بدات تستعملوا مزيان. وثالثا حاول مني تحس بالعطش في وسط اليوم ديال في وسط نهار ديال الصيام، حاول انك ديما ترش بالماء او تاخذ دوش خفيف وما تخليش جسمك ينهار، ولا حسيتي بالعياء سيشوف الطبيب مباشره. اذا المغامرات ما عندنا ما نديروا بهم، ولكن الا تبعنا النصائح بهذا الشكل غادي يكون جميل ان شاء الله. طيب غادي ناخذ اتصال اخر معنا طبعا على 0522 36 10 36 وعبر الاس ام اس 5566. معنا ندى. ندى السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي ندى. انا يا عندك عمري 25 عام. نعم. وعطولي 1.62 وكانت 45 كيلو. نعم. وملي درت كنت شاكه انا يكون عندي فقر الدم ودرت تحليله وما صدقش عندي الحمد لله. ودابا انايا عندي ما عنديش شهيه بزاف وما كنتش كاع في الوزن. نعم.
اي سؤال؟ وباغا نتواصل مع الدكتور لكان شي حاجه مفيده لصحتي وفات رمضان نيت عندي شهيه خصها تقال لي عاوتاني بزاف وخايفه. الوغ من المواد اللي لابد ان نتعلموا ندخلوهم في رمضان مهم جدا هو القمح تنبتوه او الحلبات تنبتوهم ونتعلموا ناخذوهم مع العصائر فواكه خضار وناخذوهم كذلك مع ناخذوهم مع الاكل مباشره نتعلموا ناخذوا 200 غرام هادو فيهم فيتامينات مهمين فيهم بحال بي بحال دي بالانواع سي والاو واللي جميل هو انه تيعاودوا يبنيو جسمنا والانتباه القلب تيشتغل مزيان الدماغ كذلك هادو مواد حاولوا تدخلوهم الناس اللي عندهم بنيه ضعيفه مزيان يدخلوا العسل معلقة كبيرة في كاس الماء مع حبوب لقاح. علاش حبوب لقاح؟ حيت انه البنية تعطيها قوة لدمالين السكري، إلا تعلموا ياخذوا كاس ماء مغلي فيه معلقة حبوب لقاح أو حبوب لقاح زيدهم في الأكل ديالهم بحال في الحسوة التشعير أو في العصائر، غادي يعطيهم بنية وقوة، كذلك هذه البنية هذه اللي عندها مشكل ديال البنية ضعيفة والشهية، وهذو مواد، كذلك الرايب حاول تاخذه بعين الاعتبار، وبعد لي من المواد السكرية بزاف، السكرية ما تاخذهمش في السحور ما أمكن. حاولوا تاخذوهم في الاول وحاولوا ما امكن انكم تاخذوا امور مقويه بحال البيض البلدي وحده الجوج في السحور مثلا ومع الافطار كذلك البلدي اقول كذلك خذوا العصائر بزاف هادو مهمين. يعني مسلوق يكون افضل؟ مسلوق دائما باش يدوز دغيا ونستافدوا منه. نعم طيب غادي ناخذوا انور من مدينه سده البيضاء. انور من طبيعه الحال كنذكروا ان الموضوع ديالنا هي المقويات ديال رمضان كيف يعني ممكن اننا ندوزوا رمضان واليوم ديالنا في احسن يعني الظروف. انور السلام عليكم. السلام عليكم كيف داير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كنشكركم على البرنامج القيم الهادف وكنشكر الدكتور كذلك. الاستاذ كريم العبد العلوي تفضل. مرحبا. اختي عندي طونفاميناز عندي طالعه. وعندي تريكليسيريد طالعه وعندي حتى الكوليسترول طالع وعندي مشكله ديال النعاس الارق بالليل. شحال عندك من عام؟ عندي 45 سنه. شحال الوليدات تبارك الله؟ عندي ما شاء الله. اذا في هذه الحاله السكري ما كاينش ولا طونسيون مزيانه؟ مزيانه. احكي لي شتي الطبيب بالنسبه للكبده درتي ايكوغرافي درتي تحاليل درتي فحوص معينه؟ درت تحاليل لقيت الكونفاميز عندي طالع عندي فيه الكبده ليكوغرافي التلفازه درتيها؟ درتها شحال هذه ودرتها قال لي مزيانه. عباد الله شحال هذه شحال 30 عام عاودها صاحبي دابا رمضان داخل مزيان سير شوف الطبيب ديالك شوف الكبده كيف هي حاول تشوف لك التحاليل عاود شوف التحاليل من جدا وجديد وعاود وحاول تصل بيا من بعد علاش حيت الكبده لا كانت متعبه اما فيها دي كيست ممكن فيها دي زونجيوم ممكن فيها مشاكل معينه ما عرفناش بالضبط شنو هو لابد التقرير الطبي غادي يكون في هذا الاطار وعلى اساسه غادي نعرفوا كيف الامور تمشي ولكن النصيحه الاوليه اللي غادي نعطيك زيت الزيتون على الريق ثلاثه المعلقات ما تفطرش تنتكلم على الفطر العاديه مزيان ثم هاد النهار هذا تكثر لي من عصير التفاح خمسه تفاحات مع جوج معلقات المعدنوس وتعطيني واحد الباربه هادي ما نكرهش تكون هو الاكل ديالك طيله اليوم على ما تمشي تشوف الطبيب وتشوف الحاله ديال الكبد ايكوغرافي الى ما نظنش على كل حال نشوفوا الفحوش شنو هي ويبقى الاتصال. نعم ما يكون باس انور مدينه سدر البيضاء. نمشيو دابا لطنجه ومع كريمه السلام عليكم. وعليكم السلام لله. تفضلي. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك. الله يبارك فيك. شكرا تفضل. بغيت الدكتور الله يجازيك بخير بغيت نسولك على البلبولات الشعير واش الا فطر بها واش كتزيد في الوزن هادشي اللي بغيت نسولك الله يجازيك بخير. طيب كريمه بقي معنا في الاستماع عموما هي ممكن اخذها في رمضان هي من المقويات مثلا مقويه مهمه لانها مقويه القلب والشرايين والدماغ والكلى شحال واحد ما تيستهان بها تتقوي الكلى فالناس اللي عندهم الكلى ضعيفه مزيان ياخذوها والحريره هو انا تنفضلها هي فيها حيت الحريره عاود فيها حويجات اخرين وهي اصلا مديوره للبرد الحريره اكثر ما مديوره للصهد اذا فيها حسوه الشعير وحاجه خفيفه تكون افضل حيت حنا محتاجينش كالوريات كثير الحريره فيها كالوريات كثير حنا محتاجين الامور اللي غادي نتقوى بها وبورتونيغ لوكو بالنسبه ليا وفيها الفوسفور كالسيوم زائد جدا فمزيان ناخذوها فهي مفيده واللي بغى يزيد اللي بغى من خلالها يزيد الوزن يزيد لها شويه زرعه كتان جنجل النافع مزيان ويحاول يعمر الشعير والحمص يديرهم تقاوت بدا يزيدهم في الاكل ديالو هادي يكونوا مهمين جدا. طيب السؤال هو واش كتزيد الوزن؟ وحسب كيف خديناها الا خدينا بالطريقه الصحيحه غادي تزيد الوزن خدينا مثلا مع الاكل بتمرات مزيانين وكيف ذكرنا زرعه كتان جنجل النافع
اما الا بغيتي تاخذها بوحدها بحال السيد اللي كان عنده القيء والعياءات خداها فقط غير بوغ تونيغ لو كو باش جسمه يبقى شاد وما ينزلش على لو مينيموم فيتال الاقل شيء اللي غادي يحيا به ويتقوى به. الحمد لله مشى القيء في الاسبوعين اللي كان خداها الحمد لله راه غادي مزيان راه اتصل بينا الحمد لله حنا تنشتغلوا باش يكون عنده ان شاء الله الانجاب والذريه فلقينا على انه بالعكس يلتيا لوكو بغى يزيد بها الوزن تيضيف لها حوايج اخرين اما بوحده بوحده لا علما انه الشعير ولي سيريال هما 70% ديال التغذيه ديالنا باش نكونوا في تغذيه متوازنه متكامله. ام هيثم على الخط كنذكر لكم انه اليوم كنتكلموا على المقويات اللي يمكن انها تعاوننا باش ندوزوا رمضان والنهار بعدا ديالنا مزيان بلا عطاش بلا تعب ان شاء الله من خلال النصائح اللي كيعطينا الاستاذ الباحث كريم العبد العلوي وبعض الامور اللي داخله في التغذيه ديالنا. ام هيثم من قلعه سراغنا على الخط طبعا على 0522 36 10 36. ام هيثم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. الله يخليك نسول الاستاذ. مرحبا. نعم. الله يخليك نسولك انا عندي مشكل ديال النصران. واش ياثر عليا في رمضان؟ دوزت عند الدكتور قال لي راه منفوخ لك شويه. هو بالعكس الا كان من فوق الجوع راه مزيان انت ملي تتجوع كي تيكون النصران عندك. دابا انايا فاش كنخرج يعني خروج يعني كان يعني خروج غائط واخا كان جاري واخا كان قاصح كيضرني. اذا النصران خص دير فحوص للمصران اما اصلا الجوع فهو مزيان الجوع مزيان. دابا انت بدات تاخذ حاول تاخذ الماء المغلي في الحين ملي تحس براسك متعبه اخذ الماء والبصل هادو غادي ينقيو لك الامعاء ونقيهم بدرجه رفيعه جدا. الفحوص الطبيه الاسترخص تمشي للكولون المصران الكبير ويشوفوا لك كيف هو وفي حالة ما كانش عندك الوقت لهذه العمليه هذه ومستحيل ما يكونش عندك الوقت انه ضروري تاخذ عصائر فواكه خضار طيلة الأيام الأولى تاع رمضان مع التمر وخلي جسمك يرتاح من بعد ثلاث أيام خمس أيام ممكن أسبوع إن شاء الله مصران يرجع للطبيعة ديالو الطبيعية. غير الله يخليك الفحوصات بحال الحين أنا درت كفازة درت ليكوغرافي عند الدكتور. لا ليكوغرافي ماشي هو الفحوص تاع المصران عباد الله. فحوص المصران كاين واحد الكاميرا تيدخلوها من المخرج وتيشوفوا المصران كيف هو واش مجروح واش متعفين واش شنو بالضبط لا كولونوسكوبي والطبيب المختص عارف شغله سير عنده بغيت ندير فحوص على المصران نعرفهم كيف هما على اساسهم والانتفاخات راه كنا ذكرنا سلفا الماء المغلي مزيان كذلك تنديروا مفحم ديال العظم ديال التمر تنفحموه وتنديروا نص معلقه صغيره مع شويه الماء راه تيخوي الامعاء اذا كانوا منتفخين. ما يكون بس ام هيثم. طبعا المزيد من الاسئله وطبعا التساؤلات ديالكم حول رمضان على 5566. اس ام اس اخر يقول الله يخليك انا مريض بالسكري شنو هي الام ماكله اللي نقدر ناكل مقويه؟ لكن شتي الطبيب واش تصوم ولا ما تصومش؟ فاول شيء اللي انا بشكل عام تعطيني المنبه ديال الحلبه وديال القمح كل منهم نص كيلو في النهار وهنا نفس الكمية أنا متن سميتهم ما تنزيدش فيه بالعكس حاولوا أنه تاخذهم لأنه غادي ينقيو لكم الأمعاء وغادي ينقيو الدورة الدموية وغادي يعطيكم أنزيمات وفيتامينات مهمين حتى الجسم ياخذ القوة ديالو. ثانيا العصائر 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 فواكه خضر ما عنديش مشكل واخا يكون التفاح واخا يكون الليمون ما عنديش مشكل خذوا هذه العصائر. العصائر كتفهم غلط يعني عصائر فوالا العصائر هو تناخذوا الفاكهة تنعصروها كما هي ما تنزيدوا ما تنزيدوا حليب بمعنى وتاخذوا ذاك العصاره المعلومه ماشي غير صحاب سكري ولا غير صحاب سكري لا السكري تنتكلموا دابا حنا تنركزوا على هذه السيده هذا فتميره جوج ثلاثه ماشي عيب ماشي مشكل في حالة ما حسيتي بالسكري كذا طالع ديما ذاك الفاكهه زيد لها شويه ديال المعدنوس معلقه كبيره او جوج او حبه ديال الثوم كل واحد والجسم ديالو لقينا هاد العصائر المقويين كذلك السمك ضروري واحد 200 غرام في النهار 300 غرام طيبه بالثومه ومعدنوس وحاول تاخذ خبز ديال الشعير وفي السحور ضروري السحور تاخذ المنبات واحد 200 غرام وتاخذ الرايب علاش ما ديرش المنبات 200 غرام كب عليه واحد 200 غرام ديال الرايب وخذو كانه تتاكل سيكوك ولما لا ولما لا سيكوك في السحور السيكوك في السحور مفيد جدا هنا تتحسوا على انه ملي تناكلوا البذور منبته او البذور مهرمشه بحال بلبلات الشعير ونزيدوا لها الرايب ماشي اللبن اللبن بالنسبه ليا تيجري الكرش وتيخوي الكرش الرايب يشد الكرش وتيعاون على العطش غيكون افضل. معنا اسيا على الخط من الحسيمه. مرحبا اسيا السلام عليكم. السلام عليكم لاله لاباس عليك؟ الحمد لله
الحمد لله بارك الله فيك. تفضلي أسيا. كنشكرو داك الدكتور على المعلومات ديالو كتفيدنا بزاف بزاف. أستاذ العلوي نعم تفضلي. أستاذ أخا السلام عليكم. الله يخليك، أنا عندي المشكل في الراس، عندي الدوخة ديما في الراس وديما في شلانة وديما عندي الأعصاب في المعدة، وأكثر يوم اللي كنصوم في فترة رمضان كتجيني هادشي أكثر بزاف. ما عرفتش شنو غنستعمل. شحال السن ديالك الأخت؟ 38 سنة دكتور. تبارك الله. وشنو هي ماكلتك؟ ما حاولتيش ماكلتك توازنها وتنقيها شوية؟ شنو دكتور؟ الماكلة ديالك ما حاولتيش تنقيها وترتبها شي شوية؟ إيوا زعما كنحاول، ولكن داك الحالة كتجيني ما عرفتش. هي الحالة في الأيام الأولى، ثلاث أيام ولا عادية؟ لا عندي مشكل ديال الطونسيو، كيطيح لي الطونسيو بزاف. داكوغ. يلا فابتداء من هذه الايام الاولى بدا تاخذ العصائر بزاف. مزيان؟ وهذه العصائر زيدها شويه القرفه او شويه سكينجبير، غير راس المعلقه صغيره. واخا شويه القرفه زيدها، وحاول هذه العصائر تاخذها عده مرات بخصوص في الافطار. وفي السحور حاول تاخذ لك المنبتات ديال القمح او الحلبه. فالناس كان عندهم هذا المشكل وقدموا شهاده على صعيد هذا المنبر شهادة اف ام، وبينوا على انه الحمد لله حرق الراس ما بقاش والعياء ما بقاش. اذا خذ هذه المنبتات، غالبا ماكلتك طيبه بزاف، بدا تبعدوا من الطيب وخذوا الطازج الطري. نعم. طيب قبل ما ناخذ اتصال اخر، لو سمحتوا لي ولا سمحتي لي استاذ نقراو بعض الرسائل سريعا نجاوبهم. السلام عليكم اختي امينه، انا كنسول على الطريقه الصحيحه للصيام في العمل، وما هي طريقه لشرب الماء المغلي والبصل في رمضان، وهل يجوز الاحتفاظ بهم في الثلاجه؟ هذه ساره من مدينه فاس. اذا اول سؤال لساره، يعني باش تخدم عادي في رمضان وهذا، كاين يعني شي نصائح معينه؟ الماء المغلي بالنسبة للماء المغلي والبصل. لا هو غالبا هاد المنقيات في رمضان تنحاولوا نبعدوا منهم في رمضان، حيت جسمنا تبارك الله تيدوز 15 ساعة كله تيدوز تنقى بوحدو تيتنقى، فعملية التنقية حنا ضمناها. طيب. بخصوص أنه تبارك الله الأجواء الإيمانية كاينة، فتنحافظوا تنقويو، فالحمد لله التنقية كاينة، تندوزوا المقويات. لذا تكلمنا على العصائر وتكلمنا على التمر وتكلمنا على زرعة التنجنجلا مزيان يكونوا، تكلمنا على القمح والشعير مقرملين مطحونين. اسمح لي واحد الملاحظة أستاذ، بالنسبة لزراعة الكتان، لأن كاين اللي كيزيدها في السلو، حنا ملاحظة كنا سبق وقلنا أنها ملي كتزاد في السلو كتغمال، فبالتالي تقدروا مثلا السلوتات تبغيو تاكلوه وتزيدوا فيها شي معلقة صغيرة مثلا زراعة الكتان، تخلطوا ديك الساعة وتاكلوه باش ما يغمرش لكم، في نفس الوقت ديروا بنصيحة الأستاذ وتاكلوا زراعة الكتان. هذه من جهة، كاين جهة أخرى هو أنه حنا ديما هذا النوع من المقرملات والمحمصات اللي تنستعملوا نبدا نتعلموا نديروا نستعملوا غير الشيء اللي غناكلوا في ثلاث ايام الاسبوع الاول، علاش غنديروا ديال 30 عام؟ لذا انه تنتعلموا ناخذوا ذاك المقادير بحال القمح اللي غادي نطحنوا نخبزوا به حتى هو ديال ثلاث اسابيع اصلا. اذا بحال هذه الامور قاعده اساسيه، ديما ناخذوا هذه المواد اللي غنستعملوا بين ثلاث ايام واسبوع، والخير موجود نعاودوا نوجدوا. من بعد رمضان كتقول ساره، واش ممكن نحتفظ بها مثلا في الثلاجه الماء والبصل نعصروا ونخليه مثلا ثلاث ايام؟ لا ممنوع ديك الساعه، حيت البصل فعلا كيكحل وتولي. والغريب في الامر هو البصل ملي تنحطو في البيت الميكروبات ديال العالم كله تيمصها. اذا حتى ملي تنحلو البصله من بعد اسبوع اسبوعين في المكان اللي فيه المرض بحال لي زوبيتو مثلا، تلقاو خامجه من الداخل.